اللي انا عايزه. الناس اللي عايزه نسخه من الداتابيز انا هعمل لك اكسبورت، ادي اكسبورت الفايل اهو. انا مش شايف الزراير من كتر انا عملت اكسبورت اهو. الصوت بعد اذنكم، بعد اذنكم الصوت. ايوه انا عملت اكسبورت اهي، انا هسمى لكم السكول داتابيز. خلاص وانت مسافه ده ما تعمل اسم داتابيز اسمها اي اسم، وتخش على امبورت وتعمل تشوز الفايل بس وتدوس جو، هتلاقي الداتابيز بقت موجوده عندك. تقدر تطبق بقى على كل جمل اللي احنا اخدناها. فاهمينها ولا اوري لكم؟ مفهومه. هتكاري الداتابيز وتخش على امبورت وهتقول تشوز الفايل، تختار الفايل وهتدوس على جو اهو وخلصنا. يعني كده يبقى هتلاقي الداتابيز اتكريتد بالداتا بكل حاجه بقت موجوده عندك. طيب اهي يا جدعان، انت هتقول اهو جاي نقطه عامل كده اهو، تشوز فايل. صعبين جدا. انت مش مصدقني. تمام. الاول بس انا عشان اعمل ده هعمل داتابيس ثانيه عشان ما يبوظناش الداتابيس بتاعتنا دي، وعايزين نشوف الخطوات. قلت له ماشي هعمل داتابيس اسمها. طب ماشي خلاص مش مشكله. عملت سكول 2 وبعدين طف الكلام، وانا جوه سكول 2 عملت بقى امبورت يا شباب. لان تقريبا عملنا كذا جمله ابديت بعد كده او حاجه زي كده، هو بيضيف في التيتشر قال لي انا عندي بس مشكله في السالري مش عارف ايه هي. المهم يعني ليه لا ما جابش غير التيتشر. طب ايه الايرور؟ معلش انا كنت عايز اشوفه. لا 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 انا هدروب التيبل ده تاني شباب عشان نشوف بس شكل الايرور ايه. قال لي وانا بضيف مش شايف السالري، يعني هو كارت التيتشر من غير سالري. طب نرجع كده نشوفه الاستراكشر بتاع التيتشر. يعني ايه تيتشر اي دي ونيم وجندر بس، والباقي دول مش عاجبينك؟ انا مش فاهم يعني. لو جينا دخلنا هنا على التيتشر هنا، يعني الاستراكشر ده كله مش عاجبك. طيب لا 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 ثواني بس، انا لو فتحت كده الاس كيو ال وفعلا التيبل بتاع التيتشر جاي ناقص، واصلا الاكسبورت كله جاي ناقص، فكنت واقف على تيبل. سوري كنا واقفين على جمله الاس كيو ال اللي فوقها امبورت اكسبورت للجمله اللي احنا شغالين عليها بس، وده غلط. فانا لازم اروح على الاس كيو ال، كويس ان حصلت عشان تبقوا واخدين الداتابيز كامل. كنت واقف على السكول واقول له اكسبورت. بتوع اسكندريه دول تعبيني دايما. قلت له الفول داتابيز، واروح على الداتابيز اللي اسمها سكول 2 دي، انت عامل دروب لمين؟ للتيتشر. وانا سكول 2 اعمل امبورت للفايل بتاعي ومتقل له جو. هو جاب كله يعني، بس التيتشر هو ليه ما بيكملش التيتشر يعني؟ ايه؟ هما دايما تعبنا كده.
مع ان احنا ولا في كويري متسيب ولا حاجه يعني، عشان يبقى معلق على على بيانات غير كامله في في التيتشر يعني. انا بس عملت اكسبورت للتيتشر بس. هو فعلا جايب التيتشر تيبل متخلف جدا.